لمصلحة الكابتن محمود الخطيب. الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد طوسن وعضوية كل من السادة المستشارين أحمد أشرف وكريم عرفان وأحمد البارودي حكمت بإلزام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأن يؤدي إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تعويضا قدره 500,000 جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء ما قام به في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح المحكمة الاقتصادية. وكان المستشار القانوني للنادي الأستاذ محمد عثمان أقام الدعوة رقم 5577 ل2024 مدن اقتصاد القاهرة بيطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالكابتن محمود الخطيب استنادا على الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور في القضية 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي وبرقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي. وكانت قاضية المحكمة في هذه الجلسة في المحكمة الجنائية قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع إيقاف التنفيذ، وتم تأييد هذا الحكم من محكمة النقض في رقم 17108 لسنة 92 قضائية. وفي ضوء هذا الحكم تقدم الأستاذ محمد عثمان المحامي بطلب حصول موكله على تعويض مالي وأدبي من المرتضى منصور، وهو ما قضت به المحكمة زي ما قلنا لحضراتكم 500,000 جنيه غرامة على مرتضى منصور كتعويض أدبي ومادي. وتبقى هناك جلسات أخرى أو قضايا أخرى مستمرة في ساحات القضاء. النهارده كمان يا باشمهندس شويه لجنه الحكام في الاتحاد المصري لكره القدم طلعت بيان وقالت انه ما صدرش عنها اي قرارات لايقاف اي حكم من حكام اللي اداروا مباريات الاسبوع الثالث للدوري. وقالت اللجنه انه هي الامور مشيت بالشكل القانوني وان لم تتخذ اي عقوبات ضد اي حكم من حكام هذه الجوله. هي ما ده لسه بقول لك، مش بقول لك وبعدين يا دوري؟ مجموعة من الإشاعات بعضها بهدف التشويه وبعضها بهدف التشويش وبعضها بهدف الترهيب، إنك تضغط على التحكيم وتصدر الرأي العام إن فيه حكام غلطوا وهيتحاسبوا. أيا كان الجهة التي تقوم بهذه الممارسات لابد إذا لم يثبت صحتها أن يكون في نوع من الحساب السريع. ما نقدرش نستمر كده يا استاذ ابراهيم.